السلام عليكم، معاكم علي وحياكم في قناتي. اليوم عدنا تجربة قيادة لجيتور داشينج. الحين السيارة هذه يعني تشبه تسلا واجد، خلينا نقول تسلا صينية. بخليكم تشوفوا السيارة من برا من داخل، بعدين نتكلم عن السيارة. وهذا شكل السيارة لجيتور داشينج. طبعا السيارة في أوائل الأخيرة يعني عندنا في السلطنة انتشرت بشكل واسع، يعني حققت مبيعات كثيرة واجد. بس ليش؟ شوفوا السيارة من برا جميلة، ما بكذب عليكم، تعطيني شعور كنا بورش مكان على شانجان يونيتي ميكس مع بعض. ما أعرف ليش حسيت هذا الشعور. السيارة جميلة، كل مصداقية أقول لكم، شكلها جميل، مواصفاتها ايضا لا بأس فيها. خلينا نشوف سيارة من امام. مش عندنا عندك كلمة جيتور شكبر هنا موجود من قدام، عندك اضاءات النهارية او ليتات النهارية، انزين عندكم اضاءات الاساسية هنا، انزين عندكم سنسرين امام هنا موجود مع رادار، وايضا كاميرا موجودة هنا. اللون هذا صراحة غريب شوية، انزين عندكم من الجانب الجنط حجمه 20 والكفر حجمه 255-45. عندكم هنا اضاءات جانبية مع كاميرا موجودة، فتح الباب عن طريق كذا، شوفوا حركة حلوة. انزين من الخلف صراحة شكلها لا بأس فيه، انزين بكل امانة شكلها حلو. عندكم اضاءات LED بالكامل هنا، كلمة جيتور داشينج. شوفوا هنا كان المفترض يكون فيه كاميرا بس ما في كاميرا هنا. عندكم هنا اضاءات البريكات، عندكم هنا سنسرين او اربع حساسات خلفيه، بس هذين الاثنين قريبين من بعض واجد، ما اعرف ليش. زين خلينا نشوف من ورا كيف. من الخلف صراحه عندكم مساحه واسعه من فوق، واجد واجد واسعه صراحه من المساحه. عندكم هنا مسكه، عندكم هنا هنا اضاءه LED لما تشوفوا. زين عندكم هنا خشب نقلي طبعا ما اصلي، بيانو بلاك. هذا المساعدات الصوتية، والله حركة حلوة صراحة، مساعدات الصوتية موجودة في الخلف بعد، حركة جدا حلوة. عندك سماعات هنا، عندكم مساحة فاضية هنا، وعندكم USB، فتحة USB وفتحتين للتكييف. عندكم هنا مساحة فاضية، عندكم هنا مساحة للمسكة. زين عندكم هنا أيضا مسند وسطي مع حاملين أكواب، ما ينزل كامل يعني شو مرتفع. عموما خلينا نشوف من أمام كيف. من امام هنا هنا الحكايه تبدا. خلينا نسوي فحص للجوده. شوفوا اها المقاعد الخلفيه جودتها اللي تمنيت تكون افضل شويه، هي افضل من خلينا نقول MG1 بس تمنيت تكون افضل. خلينا نشوف ايش عدنا من هنا. خلينا اول شيء نسوي فحص للجودة، خلينا نقص المكيف عشان نسمع صوت أفضل. اوكي اصوات الديكور واجد صراحه بكل امانه. عندكم هنا زين، وعندكم هنا، وعندكم هنا الحفله. ما اعرف ليش هذا البلاستيك او البيانو بلاك، هل يستخدموه رخيص واجد ولا هو اصلا كذا؟ انا ما اعرف صراحه، حد يخبرني تحت في التعليقات
ليش دائما البيانو بلاك هو اللي طلع في الصوت؟ شيء غريب يا اخي، غريب غريب الموضوع، وايد غريب صراحه. خلينا نشوف فوق. ما في صراحه جوده فوق تمام. عموما خلينا نشوف وش عدنا هنا. جهاز السائق عندك فتح الباب، زين، عندك تحكم في المراية الجامات، وعندكم قفل المراية الجامات وفتح واقفال البيبان. عندكم هنا المساحات، ايوه، لان انت ما عندك هنا عصا تحكم في الانارات، تحكم الانارات من هنا. شو عندكم هنا؟ تحكم في الاشارات الجانبيه ايضا هنا. هنا هو شوفوا خلاص، شوفوا هنا هي جهه التحكم، بس تحكم في وايد اشياء. يعني مثلا شوفوا الحين لو ضغطت الزر هذا، شوفوا يفتح لي المكيف، اقدر انقص في المكيف وازيد المكيف على كيفي. نعم حركة ممتازة، بس معقد يا اخي، معقد والله، واجد معقد. هنا التحكم في ايضا للتكييف، ترفع حرارة تنزل حرارة، حركة حلوة صراحة، اسهل لك. انزين هنا التحكم في المي، هنا عندكم هذا الخرائط، وعندكم هنا الجير. الحين الحفلة كلها هنا، الحفلة السيارة كلها هنا، زين، في الشاشة. يبغى لها تفصيل شوية، شوفوا انا اخبركم. الحين يمكن تسأل علي، انا ابغى اتحكم في الجامات او مرايات الجانبيه، وايش اسوي؟ تجي كار سيتنجز، زين، سيرفيس، زين، بعدين تجي على الزر الميررز او الاشارات الجامات او المرايات، وبعدين تحرك. زين اكتشفنا هذا، وايش تبغى تسوي زياده غير مع هذا؟ زين تتحكم في ال وشنطة الخلفية من الشاشة. عندكم في الجامات الجانبية، تبغى تفتح، شفتوا فتح شوية، هذا ما فتح ما اعرف ليش، بس هذا فتح هنا وفتح هناك. زين سوي كله كلوز، سكره. زين عندكم تتحكم في السنروف، شفتوا تحكم في السنروف موجود هنا ايضا. زين عندك التراكشن كنترول، تحكم فيه من هنا. زين عندك مساعدة على المزود الحضارات، عندك اوتو هولد، عندك وضعية القيادة، عندك الاضاءات الامامية تحكم من هنا، عندك كل شيء تتحكم من هنا. جينا على الطرقات ونشوف السيارة كيف. شوفوا كل امانة اقولكم قيادة السيارة جميلة، قيادة السيارة جميلة صراحة بكل امانة اقولكم. انزين بس يعني حسيت مثلا المقود، هذا المقود حسيت انه بلاستيك عليه، هذا جلد، كيف تقول بلاستيك؟ ملمس الجلد هذا غريب يا اخي، ما اعرف اي نوع جلد مستخدمين، لكن صراحه جدا غريب. حركه حلوه انك لما تلف اي جهه اوتوماتيكلي يفتح لك الكاميرا، اوكي حركه حلوه. خلينا نتكلم عن العزل. شوفوا عزل الارضي لك عليه شويه صراحه بكل امانه. الارضي انا اسمع صوت الشارع واجد صراحه، ما اعرف ليش، بس صوت الشارع وايد عالي صراحة. زين فالعزل ما لهناك صراحة، تمنيت يكون أفضل. زين خلينا نشوف الحين أداء، أداء سيارة، محرك سيارة 1.6 توربو يولد 200 حصان و100 أو 290 نيوتن متر عزم. زين هل تحس فيهم؟ لا، أحس إنه في أحصنة هربوا، حقيقي ما أكذب عليكم، أحس إنه في أحصنة هربوا من السيارة، لأن تحس في تأخير في الدعسة. شوفوا في تأخير في الدعسة صراحة بكل ما ناقلكم. يعني أنا ما عندي حتى مانيوال مود عشان أحطه، بس شوفوا هنا هذا شنو تو. الحين أنا أبغى أحط الكروز كنترول، شفتوا نفس حركة تسلا بالضبط بالضبط يا أخي. صينيين أرجوكم يعني سووا شيء من نفسكم، تقلدوا تسلا ليش؟ يعني يكره الناس اللي تقلد. شوفوا هو التقليد ماشي عيب ترى، يعني سامسونج نجحت من أن أخذت فكرة من آيفون، وواجد سيارات سووا كذا، بس يكون تقليد أعمى مثل هذا؟
شوف السياره ممتازه ترى والله، يعني سياره صراحه ما بكذب عليكم والله، ترى السياره ممتازه يعني، اداء ممتاز، مواصفات حلوه، فيها كل شيء يعني. شوف قياده ذاتيه، توجه سوق السياره، تيار سوق نفسها، بس ما اعرف ان تعتمد عليه ولا، خلينا نشوف. فالمشكله انك كل شيء شوفه كل شيء موجود عندك في الشاشه، فانت كل مره لما تسوق طالك اشعار ولا شيء لازم تشوف هنا، بعدين تحرك عينك هنا، وانت لما تشوف هنا انت ما تشوف الشارع يعني، حتى تحت نفس الفكره، بس على الاقل تحت انت يعني بسرعه، اما هنا انت تشوف يمين ما اعرف، احس موضوع مشكله شويه. سالفه الشاشه هذه انا ما متقبلينها ابدا. اوكي اريد شاشه كبيره، بس لا تخلي لي كانها تسلا يعني. اوكي انا حتى انتقد تسلا انه ما في ازرار، ما في شيء، انا من النوع اللي احب الازرار، احس ازرار تسهل على العميل انه يوصل للشيء اللي يريده. اما تحطي داخل الشاشه في احد ال خلينا نقول القوائم، هذا تعقيد يا اخي، والله تعقيد. انا هذه وجهه نظري يا اخي، يعني انا عارف يمكن الناس ما تتفق معي، بس انا هذه وجهه نظري، اشوف انه خلي الشاشه موجوده بس خلي ازرار، لا تخلي كل شاشه. ننتقل الى موضوع السعر. سعر السياره 10,000 ريال عماني، هذه في الاوبشن، الاقل منها 8,000 زين. بس ال 10,000 هذه في الاوبشن يعني 100,000 ريال سعودي، سعرها اشوفه مناسب، حل مواصفاتها، مواصفاتها حلوه صراحه بكل امانه اقول لكم. في عندك نافيجيشن موجود بعد ايضا، حركه ايضا حلوه يعني. هم قالوا التسارع اظن في 7.8، انا احس انه في 9 ثواني. والله شوفوا اداء يعني لا باس فيه صراحه. اوكي صح انا اطنز اقول لكم احسن هربانه، لكن هو لا باس فيه صراحه بكل امانه، لا باس فيه. المشكله ايش؟ انه في تاخير في الدعس يعني. شوفوا مثل الحين تاخير في استجابه الـ 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 النمر، او خلينا نقول جير السياره. شوفوا مثل الحين انا يعني ما اعرف اي جير حاليا، بس بدعس ربع بنزين او خلينا نقول فل، تو ها بدات تتحرك يعني، اريد استجابه تكون اسرع زين. ف بس لكن لا باس صراحه زين. خلينا نشوف تقييم السياره عشان خلاص وصلنا الوكاله. تقييم السياره شكل مساله ذوقيه، اشوفها شكلها عادي، ما في اي شيء مميز فيه صراحه، شكلها عادي. واجد ماخذين من احس يعني من شانجان يونيتي ميكس مع ماكان بورش، فاحس الشكل اعطيها 6/10. الاداء ايوه جينا على الاداء. اداء السياره انا وجهه نظري اوكي كارقام ممتاز جدا، كارقام جدا ممتاز، لكن كاداء اعطيها 7 من 10، 7 ممتاز زين. المواصفات، المواصفات بكل امانه شوفوا ممتازين المواصفات، كل شيء فيها السياره، كل شيء كل شيء كل شيء. فاحس لو اعطيت حتى لو مثلا السهوله يعني في صعوبه بالاستخدام، لو اعطيتها تقييم سيء بيكون انا ظلمت السياره، فما بعطيها تقييم سيء بس بعطيها 7.5 من 10. انا اشوف هذا جدا مناسب. ليش؟ لانه في نعم في تعقيد في الاستخدام للمواصفات، ولكن موجود المواصفات يعني. يعني انا بظلم السياره لو قلت لكم ان اعطيت تقييم واجد يعني منخفض عشان والله مواصفات صعب الاستخدام. لا، دام مواصفات موجوده فخلاص يعني، فحتى لو صعب الاستخدام نقص نص نقطه، بس ما تعطيها تقييم منخفض، اعطيها 7.5 انزل. ما اعطيتها اعلى من كذا لان مثل ما قلت لكم ان انا اشوف ما في داعي للشاشات. انا هذه وجهه نظري يعني، اشوف انه ما لازم شاشات. الجوده يعني هذا ايش هذا شنو يعني، فاعطي الجوده 5 من 10. فمعدل وسطي يجي على 6 من 10. سياره لا باس فيها، ممتازه. سعرها غالي؟ نعم يعني غالي، مرتفع شويه صراحه، اتمنى تكون اقل من كذاك زين. وبس والله، اذا عندكم اي تعليق او اي شيء، واذا حاب تشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات وخليك جاهز على الفيديوهات الجايه ان شاء الله. الاسبوع الجاي فيديوهات حلوه بتكون زين. اشوفكم على خير، مع السلامه.